بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ننتظر دقيقة أو أكثر شوية، دقيقتين، دقيقة دقيقتين، بالما يجمع عدد من يشوفون أو يجيهم شعار أنه اللايف بدأ، على مود نبلش إن شاء الله نصرف. أتمنى الصوت واضح. اوكي ممتاز. يعني احنا pending الـ others حتى يلتحقون بالبث، بس احب اوجه سؤال. يعني الديسرذمية هواية يطلبوا الموضوع، ويعتبر يعني يعتبر الموضوع مهم، ويعني اكو مشكلة عنده بالموضوع او شيء، ما اعرف يعني. واي الموضوع مال الديسرذمية ما اخذ فتح حيز كبير هواية. الصوت واضح جيد. زين، هواية يطلبون الديسرذمية، شنو مشكلتك ويا الديسرذمية؟ شنو المشكلة بالديسرذمية؟ يعني احنا pending others يجون ويلتحقون بالبث، اريد اعرف شنو مشكلة الديسرذمية اللي تخليها يعني هواية مطلوبة، وين ما نروح يحشون بالديسرذمية. و يعني اقرا هواية تعليقات يعتبروا difficult، شنو المشكلة بالديسرذمية؟ دي المشكلة صايرة بالاي سي جي. احنا اليوم ما راح نحكي اي سي جي. الاي سي جي احنا الله يحفظك. الاي سي جي علاجات، الاي سي جي حكيناه اعتقد ببث سابق. فاللي عنده مشكلة بالاي سي جي يقدر يرجع للاي سي جي، يرجع للديسرذمية بالاي سي جي، شلون يشخص الديسرذمية وشلون. موضوع لايف سيفين كومون كلياش ينقص. ما هو مشكلة بقدر ما هي شائعة وممكن تواجه أي واحد من عندنا. أوكي، وعليكم السلام ورحمة الله. أنا دكتور فقد تداخل المواضيع. تمام. الستبس مع المانجمنت صعوبة خصوصا من درسنا بالرابع. نعم. أوكي، اليوم الحكي مالتنا مو إي سي جي، اليوم كلينيكال أبروتش. يعني اليوم راح نبلش أنت والبيشنت من يجي للإمرجنسي، سواء بالإمرجنسي ديبارتمنت أو روم أو بال يعني أي وورد بالمستشفى، أي مكان، anywhere إمرجنسي سيتويشن. يعني أنت راح تصادف بإمرجنسي ديسرذمية، شو راح تتعامل وياه؟ أوكي. فاليوم الموضوع كلينيكال، بعيد عن عن دوخة الإي سي جي، وراح نشوف شلون راح نحتاج إحنا مينيمم amounts of information نتعلمها بالاي سي جي، على مود انه in order to manage a patient with dysrhythmia. يعني ما يحتاج تكون ضليع جدا بالاي سي جي على مود يعني تتعامل with patient dysrhythmia. يعني لا بأس ان تكون انت راجع الى موضوع الاي سي جي والdysrhythmia وقاريهن، على مود يكون شوية الحكي اسهل. لكن بكل الاحوال
عدل الورقة. اي بعدني يعني ما مبلش هنا، ان شاء الله اعدلها. اوكي، من هذا راح اخلي الكاميرا شوي اصعدها ان شاء الله واعدل الورقة. اوكي تمام، اعتقد يعني اخذنا هواية وقت، 4 دقائق صارت فوق الدعش، فنحاول نبلش نسولف عن الدسرهيدمية. خلينا نحكي الاوتلاين، الاوتلاين مال البث هذا ان شاء الله والبث القادم يعني بالدسرهيدمية يعني كلها ان شاء الله. نصعد شوية الكاميرا على مود يصير شوية بانوراميك فيو على كل الورقة بشكل افضل. زين، خوش. المخطط او الاوتلاين مال الموضوع مالتنا الدسرهيدمية اليوم وبقية السلسلة هو كالتالي. اول شيء راح نبلش بس تعريف النورمال ريثم، احنا حاكي سابقا بس لا بأس ان نعيده. النورمال ريثم، ثم شنو هي الدسرهيدمية، ما طول عرفنا النورمال ريثم شنو، نحكي الدسرهيدمية شنو هي، ثم بعدها نحكي الكلينيكال ابروتش تو دسرهيدمية بغض النظر عن ال يعني الدسرهيدمية راح تشوفها ان جنرال، الكلينيكال ابروتش والستبس. زين، الفور كويستشنز اللي تسالها لنفسك when you deal with a patient with dysrhythmia. اوكي، ومن ثم بعدها راح ناخذ البرادي دسرهيدمية ونحكي عنها وتفاصيلها، ثم التاكي دسرهيدمية ونحكي عنها وتفاصيلها. اذا هذا الموضوع بالمختصر او الاوتلاين بالمختصر مال موضوع الدسرهيدمية اللي راح نحكي بي بشكل كلينيكال انت والبيشنت بالامرجنسي ديبارتمنت او امرجنسي سيتويشن وريفر انت بالمستشفى باي مكان. اوكي، نبلش شويه نسولف حكي احنا حكي سابقا بس لا بأس بالتذكير. احنا نتذكر قلنا الريثم هو الايقاع، والايقاع هو الشيء المسموع اللي تسمعه audible by your ear. اوكي، احنا اليوم او يعني من نحكي بالدسرهيدمية بالمديسن ده نحكي على ايقاع مرئي تشوفه انت بعينك بالاي سي جي، هو عبارة عن electrical representation، sorry عبارة عن graphical representation. اوكي، مال electrical activity of the heart، يعني الالكتريستي مال الهارت مرسومة بشكل جراف. هذا اللي راح نشوفه وراح نحكي عنه. زين، وهو اللي نقصد به الريثم او الايقاع، الايقاع المرئي. بالايقاع المرئي راح نحكي عن النورمال ريثم، النورمال ريثم زين اللي هو مرئي بأربع مواصفات يجب أن تتحقق كاملة حتى نقول عليه أربع رذم، سوري حتى نقول عليه نورمال رذم. هنا أنا كرايتيريا، أوكي، وهنا أنا النورماليتي، يعني شنو هي النورمال. خوش حكي. أولا الأوريجين، الأوريجين إحنا قلنا ال normal rhythm زين originate وسابقا حاكيها from the SA node، ولهذا يسمى باسم النقطة اللي بيها اللي يبدي منها الريثم وتسمى الريثم هنا sinus. النورمال rhythm يجب ان يبدي من SA node، ولانه يبدي من SA node يسموه sinus. ثم rate زين، النورمال rhythm rate يكون between 60 to 100 beats per minute. اوكي، او احنا بنشوفها بالاي سي جي زين 60 to 100 كيو ار اس او ار ويف، حتى نقول انه الريت 60 to 100 الريت. اذا اوريجين ريت، ريجولاريتي النورمال ريثم از ريجولار، من اشوفها بالاي سي جي ريجولار يعني ار ار انترفال، المسافة بين ار ار انترفال متشابهة، كل ما تقيس مسافة بين ARR interval تلقاها متشافة، that means it is regular. ثم أخيرا it pass، هنا ال passage أو خلنا نسميه pathway، ال pathway زين،
it pass through normal pathway in normal speed in normal rhythm يمشي يعني normally rhythm يمشي بال through normal pathway in normal speed. وهذا pathway هذا الخارطة مال ال conduction system of the heart. عندنا هاي ال AV SA node, عندنا هاي ال AV node هنا, وبيناتهم هاي ال bundles هنا, ال bundle بين ال right وال left atrium, وعندي هاي ال bundle of his وال bundle branches ال right وال left bundle branch وال Purkinje fibers. اوكي هذا الخارطة مال ال conduction system of the heart. فالالكتريسيتي تبدي من ال SA node وتمشي بهذا ال pathway زين normally بالnormal speed. أي مشكلة بالpathway this is abnormal. أي block بالconduction this is abnormal. أي accessory pathway this is abnormal. المهم إحنا دنحكي على النورمال هسه. بس يبدي من ال SA node ويمشي through the normal pathway in a normal speed. إذا هذا النورمال rhythm originate from the SA node, rate from 60 to 100 regular, pass through normal pathway in a normal speed. وينطيني شلون اعرفه passing through a normal pathway normal speed. عندي ال waves بشكلها النورمال وبابعادها النورمال, يعني ال PR interval, ال QRS complex duration, كل هاي تكون بابعادها النورمال, المسافات مالتها نورمال, فاقول عليه normal pathway. originate from the SA node, ال P wave بمواصفاتها زين النورمال upward وتقريبا 2.5 مربع صغير ب 2.5 مربع صغير ابعادها, بدت من ال SA node. هاي مواصفات النورمال rhythm of the heart. اي شيء مخالف للي قلناه بالنورمال يعتبر dysrhythmia, يعتبر abnormal. يعني الاوريجن اذا ما بدا من الاس اي نود this is dysrhythmia. الريت اذا قل عن 60 او زاد عن 100 يعتبر dysrhythmia. الريجولاريتي اذا كان الريجولار تعتبر dysrhythmia. الباثوي اذا ما مشى بالنورمال باثوي وبالنورمال سبيد يعتبر dysrhythmia. اذا اي انحراف عن هذا اوكي هاي الكاركترستكس معناها اكو عندي dysrhythmia. هسه احنا اتفقنا شنو النورمال ريذم, شنو الابنورمال, شنو الابنورماليتي او شنو الديسربنيا. اوكي زين احنا حكينا سابقا وما اريد اطول بشيء احنا اوريدي حاكي, احنا حكينا سابقا حتى بس مجرد لا واحد يتخيل انه الديسربنيا موضوع كلش يعني فشي كبير جدا. راح نطرح لكم بس شيء قدامكم الريذمز حتى تعرف انه الريذمز يعني ليميتد ومحدوده وتقدر يو كان تتخيلها كلها. اوكي راح ناخذ الاوريجن ك يعني منطلق ونسولف على الريذمز الابنورمال ريذمز او الديسريذميا. عندنا اول منطقه اللي هي اللي يبدي نورمالي منها الريذم هي الاس اي نود. فالنورمال ساينس ريذم هذا اول ريذم يبدي من الاس اي نود. ممكن اكو abnormal rhythm يبدي من SA node E اذا كل شيء normal بس يصير عندي irregularity يسموه sinus arrhythmia. تمام ممكن من SA node يطلع عندي sinus tachycardia, ممكن من SA node sinus bradycardia, ممكن من SA node SA block. إذن ذني الخمسة كلهن يطلعن من الـ SA node including the normal rhythm of the heart. ممكن الـ origin مال الـ rhythm يكون من الأتريا زين. فشنو ممكن عندي يطلع من الأتريا abnormal؟ عندي atrial tachycardia, عندي multifocal atrial tachycardia. عندي إذا
كان الريت أقل من 100 زين يعني عدة origins يبدي منها عدة فوكا يبدي منها الرذم أكثر من 3 P waves أنا ما أدري تفاصيل إحنا حاكيها سابقا just مجرد فد سيرفي سريع أوكي أقل من 100 وأكثر من 3 wave P wave morphology نسميه wandering atrial pacemaker ممكن atrial flutter أيضا يبدي من الاتريال من الاتريام وممكن اتريال فبريليشن أي فب هاي كلها اتريال رذمز أيضا خمسة اتريال رذمز زين أو رذمز تبدي من الاتريا وهي تعتبر أيضا ديسرذمي يعني أبنورمال من الجنكشن شنو ممكن أشوف أبنورمال من الجنكشن عندي جنكشنال اسكيب رذم قلنا ما نحكي تفاصيل لأنه إحنا already حاكيها سابقا okay junctional escape rhythm accelerated يعني اللي يريد يرجع يعني بث خاص مال الدسردمية يرجع عليه ويشوف كل وحدة والECG characteristics مالتها accelerated junctional rhythm okay و junctional tachycardia كلها من الجنكشن و ال PSVT paroxysmal supraventricular tachycardia ب نوعيها الافرت AV reentry tachycardia والافنرت AV nodal reentry tachycardia والAV block AV block ذني كلهن يبدأن من ال ال AV node أو يسموه nodal أو junctional rhythms أوكي خمسة أيضا junctional escape accelerated junctional و junctional tachycardia PSVT بنوعي و AV block كل هاي دسردمية طبعا ال AV block is not an origin بس مجرد أكو defect بال pathway بس بما أنه إحنا نحكي على origin فدمجناها ويا origin نجي على ال rhythms اللي تبدي من الventricle عندي ventricular escape rhythm و accelerated ventricular rhythm أو يسموها sometimes accelerated idioventricular rhythm okay ثم عندنا أيضا ال ventricular tachycardia وعندي ventricular flutter يعني هذا الventricular flutter مو تلقاه بكل الكتب مذكور اوكي ناس تذكره ناس ما تذكره لانه يعني ويا الventricular tachycardia يمشي وventricular tachycardia واخيرا ventricular fibrillation زين ف ventricular escape rhythm accelerated ventricular rhythm ventricular tachycardia هاي ventricular tachycardia عدتها مرتين ventricular tachycardia ventricular flutter و ventricular fibrillation ايضا 5 زين فللسهولة للسهولة يعني it is a matter of يعني خلينا نسمي rule of 5 خمسة تبدي من الاس اي نود خمسة rhythms من الاتريوم خمسة rhythms من الجنكشن وخمسة rhythms من الventricle و rhythm ليس rhythm هو الاسيستول اوكي فذني الrhythms اللي ممكن نشوفهم بالهارت اذا هي limited معلومة زين و يعني مو كلش complicated تقدر ترجع عليها وتشوف نجي هسه clinical نجي هسه الموضوع كلينيكال ناخذه من جانب كلينيكال شلون اتعامل ويا بيشنت ديسرادمي خلي بس اني قبل ما احكي على التعامل اقول لكم الاسئله اللي راح تطرحها على نفسك من تشوف البيشنت ويا ديسرادمي وبعدين راح نرجع نشوف هاو كان وي نطبقها كلينيكلي على البيشنت كويستشنز اربع كويستشنز أربع أسئلة أطرحها على نفسي
لما أقابل أو أصادف patient عنده dysrhythmia. أوكي؟ واحد اثنين ثلاثة وأربعة. تسلسل هذه الأسئلة صاير بتسلسل زمني. يعني السؤال الأول هو السؤال اللي تطرحه من أول ما تشوف البيشنت بالبداية. السؤال الثاني راح يصير بعد فترة، بعد فترة أنت سويت إجراءات معينة، ورا فترة تسأل second question، third question، وهكذا يجي بعد السؤال الثالث بالزمن، بعد فترة ما سويت أنت فإجراءات معينة يجي السؤال الثالث ثم الرابع. كل سؤال من ذني الأسئلة راح يتجاوب automatically ويا الأبروتش مالتك. يعني اكو ابروتش انت تتبعه ويا البيشنت، اوكي؟ هذا الابروتش اوتوماتيكلي انت من راح تسوي راح يجاوب على السؤال اللي انطرح، اوكي؟ سؤال بعد سؤال. نجي على السؤال الاول. اول سؤال تطرحه على نفسك من تشوف بيشنت تتوقع انه هو يكون dysrhythmia، هو is the dysrhythmia present، موجودة or not present، موجودة or not، هل الديسريدمية موجودة أساس بالأساس أو لا. This is the first question. سؤال سهل زين، بعدين رح نجي شون توصل لهذا السؤال، أوكي نحكيها إن شاء الله من نحكي الابروتش. السؤال الثاني اللي رح تسأله لنفسك بعد ما تسأل ديسريدمية present or not، Is it يعني الديسرادمية، Is it because of symptoms، هل هي سبب of symptoms، هل هي سبب ال symptoms اللي إجا بيها البيشنت، يجيك البيشنت with symptoms، هل الديسرادمية هي السبب؟ أوكي راح نوضحها استفدت شوية هذا السؤال وشون يجي وشون يجاوب عليه. السؤال اللي بعده زين، Is the patient stable or not. ايضا راح نجي ونشرحها وشنو الكرايتيريا اللي اعتمد عليها حتى اعرف الستابيليتي اوف ذا بيشنت. واخيرا السؤال الاخير، what is the specific type of rhythm، شنو الspecific type of rhythm. خوش حكي. هسه مبدئيا هاي اربع اسئله من اتعامل ويا patient with dysrhythmia اطرحها على نفسي بالتسلسل، اوكي بالتسلسل الزمني. راح نجي نعرف هسه شلون راح تنطرح هذا السؤال وشلون راح يجاوب عليه. اول شيء احنا من راح يجيني patient اني ما راح اقرا الممحي ولا اعرف هذا patient عنده dysrhythmia or not. راح يجيني patient with the symptoms، for example headache، dizziness، chest pain، shortness of breath، history of syncope. المهم اكو سيمتم راح يجي البيشنت. من يجيك البيشنت وتشوفه راح تسوي له اسسمنت. واحنا نتذكر بالامرجنسي احنا حاكيها يعني عشرات المرات، الابروتش تو ان امرجنسي بيشنت هو عباره عن برايمري سيرفي زين ذن سكندري سيرفي. فاول ما راح ابلش ويا البيشنت هو البرايمري سيرفي. برايمري سيرفي شيشمن اسسمنت زين مال الاير واي بريذنج سيركيليشن والفيتال ساينز مال البيشنت، وريسستيشن اذا البيشنت كان يحتاج مانجمنت فور لايف ثريتنينج كونديشنز. من ضمن الاسسمنت فيتال ساينز، من ضمن الفيتال ساينز هو البولس ريت. فمن راح اباوع البولس ريت هنا اوكي راح احسب الريذم، انتبه عليه، راح احسب الريت، راح احسب الريت، اشوف الريت هاي تاكي or slow برادي. احنا قلنا وحدة من الكرايتيريا that define the abnormality او النورماليتي is the rate. اذا الريت between 60 to 100 this is normal، normal rate، بس مو شرط normal rhythm. واذا الريت is below 60 or above 100 this is abnormal. لكن اكو another criteria بالemergency department وانتبه عليه، او بالemergency situation اني اخذ الريت فقط ككرايتيريا اعتمد عليها بالديفينيشن اوف ديسريدمي بالبرايمري سيرفي. اذا كان بلو 60 برادي او بلو 100 تاكي، بغض النظر عن بقيه
الكرايتيريا. واي؟ اولا انا بعدني ما مسوي اي سي جي على مود احكم، ولا حاط البيشنت على مونيتور، بعدني توني حطيت ايدي على البيشنت ودا اشوف البلس مالته. اثنين، الريت يهمني اني بالامرجنسي. ليش؟ لانه الريت يعتمد عليه الهيمو داينامكس مال البيشنت، يعتمد عليه البرفيوجن للبودي تيشوز. لانه اذا كلش قل الريت راح يقل البرفيوجن، اذا كلش زاد الريت ممكن ايضا يقل البرفيوجن. يعني اني بالنسبه الي البرفيوجن مهم بالبرايمري سيرفيلين فايتال، واللي ياثر عليه بشكل مباشر هو الريت. ذاتس واي اني راح اخذ راس الخيط هو الريت، واعتمد عليه بالبدايه حتى تو ديفاين اف ذير از dysrhythmia or not بشكل مبدئي من خلال قياس البولس ريت اللي راح اقيسه اصلا امبيريكلي يعني عمياوي من الفايتال ساينز من دا اسوي البرايمري سيرفي. اوكي، اذا اول سؤال راح يتجاوب عليه، اوكي اول سؤال راح يتجاوب عليه من خلال الاسسمنت مالتك، البرايمري اسسمنت البولس ريت بالبرايمري سيرفي. راح تشوف اذا كان بيلو 60 برادي كارديا، اذا ابوف 100 تاكي كاردي. اوكي، يعني احنا اخذنا الريت وحكينا ليش الريت اخذناه فقط من دون الاذر كرايتيريا. ثم بعدها يجيك السؤال الثاني، از ات ذا كوز اوف سيمتومز. شوف هذا سؤال الثاني، سؤال من اصعب الاسئله، زين، ويعني ممكن يكون معقد جدا والاجابه عليه صعبه. ممكن تكون ايزي، بس في كثير من الاحيان يكون الإجابة عليه صعبة جدا. هل الدسرذمية اللي صارت الحمد لله زين، هل الدسرذمية اللي دا تشوفها هي سبب السيمتمز، هي اللي سببت هاي الأعراض اللي جابيها البيشنت، أو البيشنت عنده another pathology زين هو سبب السيمتمز وسكندري صارت الدسرذمية؟ بمعنى آخر، هل الدسرذمية هي primary، هي سبب المشكلة كلها، أو لا جاءت secondary to another problem؟ هذا سؤال جدا مهم. ليش مهم؟ لأن المانجمنت مالتك راح تعتمد، إذا كانت dysrhythmia primary فأنت راح تعالج primary cause اللي هي dysrhythmia، أما إذا كانت secondary to a pathology معين، عادة إحنا راح نحاول to treat the cause زين مال dysrhythmia اللي هي جت secondary له. زين شو نعرف is it the cause of symptoms؟ راح نحكي simple approach، مو قرآن، مو ينطبق يعني 100% على الكل، لكن it is easy applicable وممكن تعتمد عليه initial emergency management. is it the cause of symptoms؟ شو نعرف؟ خلينا نرجع خطوة لي ورا على السؤال الأول، إنه أنا عرفت أكو دسرذمية، شلون عرفت؟ بالبرايمري سيرفي. ش سويت بالبرايمري سيرفي؟ اسسمنت مال اي بي سي والفايتال ساينس. زين اني بس راح اسوي اسسمنت؟ لا، اني راح اسوي مانجمنت اذا كان عندي لايف ثريتنينج كونديشنز. مثل ايش؟ ابيرنسي او مشاكل بالاي بي سي او الفايتالز. مثلا على سبيل المثال، البيشنت لقيته عنده هايبوكسيميا، راح اطلع اكسجين. البيشنت فور اكزامبل هايبو فنتليتنج، راح اطلع تيوب واحط عليه ميكانيكال فنتليشن. اذا ماكو فد ريفرسبل كوز كان بي treated for hypoventilation. Patient عنده hypovolemia, hypotension. أنطي fluid resuscitation. إذن راح أتخذ إجراءات معينة للمشاكل اللي تبين عندي بالprimary survey اللي هي عادة life threatening. المهم بديت أنا بلشت طيته fluid أو oxygen أو whatever زين بالresuscitation. وراها راح أجي أشوف ورا الresuscitation مالتي اللي سويتها treatment of life threatening condition، راح اجي اسوي reassessment واشوف النتيجه مال الريسستيشن مالتي. اذا البيشنت after resuscitation الدسرذمية disappeared، معناها الدسرذمية هنا انا mostly، انتبه على كلمه mostly لان احنا حكينا دائما مو قران، اوكي mostly هاي الدسرذمية كانت secondary to a problem اللي انت لقفتها بالبرايمري سيرفي وبديت لها مانجمنت. فور اكزامبل كان البيشنت تاكي دسرذمية وكان هايبو تنشن بيكوز اوف هايبو فوليميا، طيته فلويد ريسستيشن، البيشنت الدسرذمية اللي هي تاكي دسرذمية ستوبت زين
ورجع الأمور أو تحسنت أوكي ورجعت الأمور للنورمال. إذا كانت الديسردمية هذا example كانت secondary للبروبلم اللي أنت لقفتها بالبرايمري سيرفي اللي هي هايبوتنشن وعالجتها أوكي، فهي هنا secondary فهي مو cause of symptoms، هي عرض أوكي، هي نتيجة أوكي. أما إذا بعد الريسوسيتيشن اللي انت اعطيتها للبيشنت، اعطيتها فلويد للبيشنت وبدنا نحكي كإكزامبل يعني اللي هي الهايبوتنشن، اعطيتها فلويد للبيشنت لكن بعد الفلويد ريسوسيتيشن لاحظت انه الديسردمية ما استجابت، ستيل البيشنت تاكي ديسردمية حتى ما تحسنت اوكي، هنا تقدر تعتبر انه هاي الديسردمية برايمري وهي اللي سببت الهايبوتنشن مو العكس. يعني مو الهايبوتنشن هو اللي سبب التاكي ديسردمية، لا بالعكس الهايبو التاكي ديسردمية هنا زين هي اللي سببت لك الهايبوتنشن. لانه شلون عرفت؟ لانه سمبلي البيشنت ما استجاب للفلويد ريسوسيتيشن اللي انطيتها انت assuming that your patient is having hypovolemia اوكي، البيشنت ما استجاب فاذا هي primary زين هي primary، فمن عرفت هي primary انت راح تسخر جهودك to treat the dysrhythmia itself، تعالج الدسرادمية rather than لان ماكو cause، هي cause مال symptoms. عكس اذا كانت secondary راح تروح تتوجه للباثولوجي itself. وضحت اعتقد هاي النقطة. بعد الresuscitation بعد ما تكمل الresuscitation اوكي راح والدسرادمية طبعا باقية راح تشوف البيشنت هيمودايناميكلي اذا كان ستيبل اور نوت، لان هاي مهمه هنا. اذا كان البيشنت انستابل هيمودايناميكلي يو هاف نو ماتش تايم، يور بيشنت افتر ريسوسيتيشن از هيمودايناميكلي انستابل بيكوز اوف ذا ديسريدميا، ترى ما عنده وقت هوايه، هذا ان امبندينج ديث ممكن يصير ديث عنده وديتيريوريشن، فيو هاف نو ماتش تايم، لازم يكون الابروتش مالتك سريع جدا. اما اذا كان البيشنت هيمودايناميكلي ستيبل لا الابروتش راح يصير شويه اهدأ اوكي ومور سلو، ممكن يو هاف تايم تو كونسلت اذرز الكارديولوجيست فور اكزامبل. اذا از ذا بيشنت ستيبل اور نوت بعد الريسوسيتيشن، بعد ما تخلي بعد ما تكمل الريسوسيتيشن والديسردمية باقيه يعني هي primary هي ال cause of symptoms، أشوف ال patient stable or not hemodynamically. إذا stable okay you have time for management يعني تقدر تعالج براحتك نسبيا. لا والله is not stable the patient أو unstable بيجي حالة you have no much time the patient مات critically may die، لازم تكون سريع بالمانجمنت. نجي على النقطة الرابعة بعد ما عرف طبعا هنا أنا اكو كرايتيريا فور انستابيليتي راح اكتبها هسه فد شويه على مود نعرف شلون اقرر انه البيشنت هيمودايناميكلي انستابل. نجي على السؤال الرابع والاخير، شوف وات از ذا سبيسيفيك تايب اوف ديسردمية، بس انتبه عليه يعني اذا انت كلش مو كلش زين بالاي سي جي زين ستيل يو كان تبلش بالإمرجنسي مانجمنت مال البيشنت اللي عنده ديسردمية and you can initially save his or her life. إذن initially you can manage حتى لو أنت مو ضلع بالإي سي جي وما تعرف الspecific type of ديسردمية. Simple things تعرفها ممكن أنت تعالج البيشنت initially okay؟ مو شرط تعرف كل التفاصيل. ولهذا صار السؤال الرابع والأخير what is the specific type of dysrhythmia حتى تقرر type of dysrhythmia. One lead is enough يعني one lead على المونيتور is enough to define the rhythm type okay. One lead is enough. بعدين ممكن تسوي 12 lead ECG هذا من ضمن الابروتش حتى تعرف ال cause of dysrhythmia، بس كي dysrhythmia specifically انت تحتاج فقط ال one lead بال ECG حتى to define the rhythm type. Okay? نجي على ال features of instability. شلون أقول إنه patient hemodynamically unstable؟ فالهيمو داي
dynamically unstable. كتبتها بالأحمر لأنه unstable خطر الموضوع. عند وحدة زين أو أكثر من خمسة كرايتيريا. عندنا خمسة كرايتيريا. بالمناسبة حتى يعني نكون واضحين، إحنا دا نحكي adults. من نحكي البيدياتريكس إن شاء الله راح نحكي الأبروتش بشكل مقارن. يعني ورا ما نخلص الأدلت راح نحكي البيدياتريك أبروتش مقارنة بالأدلت أبروتش. أوكي، عندنا خمسة كرايتيريا إذا البيشنت، أو خمسة فيتشرز إذا البيشنت عنده وحدة أو أكثر، يعني البيشنت unstable hemodynamically. إذا البيشنت ولا وحدة عنده نقدر نعتبره hemodynamically stable. شنو هاي الفيتشرز؟ أول وحدة هي ischemic، تبع على ischemic chest pain. patient عنده ischemic chest pain، مو أي chest pain، لا ischemic يعني بي characteristic of ischemia. هذا واحد. اثنين، الpatient acute altered mental status. البيشنت عنده أكيوت، يعني مو جاي البيز لاين مالته صار لسنة عنده deterioration consciousness مالته، أو neurologically disabled صار لفترة طويلة وchronic، لا ده نحكي على أكيوت deterioration بالمنتال status، بحيث ممكن هي جت نتيجة عن الديسرادمية اللي صارت. ثلاثة، hypotension. patient عنده hypotension. شوف هنا أنا ما محدد لك إيش قد البلود بريشر، ما محدد لك إيش قد البلود بريشر، لأنه البلود بريشر يختلف النورماليتي from person to person. زين، البيشنت كان young أو patient old، patient already hypertensive uncontrolled with baseline مالته high، كل واحد الهايبوتنشن مالته يختلف عن الآخر، ولهذا it's your judgment مقارنة بالبيزلاين مال البيشنت. اوكي، اكيوت هارت فيلير، يعني شنو اكيوت هارت فيلير؟ يعني بيشنت جاي كارديوجينيك بيولموناري ايديما. اوكي، كارديوجينيك بيولموناري ايديما، اكيوت هارت فيلير كارديوجينيك بيولموناري ايديما. ثم النقطة الخامسة والأخيرة، بيشنت عنده ساينز اوف shock. patient and the signs of shock. وترجع تقدر ترجع الموضوع shock وتشوف ال signs of shock شلون تقدر تميز ال patient in shock state. إذا حتى أقرر إنه ال patient hemodynamically unstable لازم عنده وحدة أو أكثر من ذني ال characteristics، وحدة أو أكثر من ذني ال characteristics، ولا وحدة البيشنت نورمال. اوكي، وحده او اكثر البيشنت هيمودايناميكلي انستابل. خذ واحد، هذا كان الجنرال ابروتش ويا الفور كويستشنز اللي تسالها زين حتى تقرر او حتى الابروتش مالتك يمشي بالمانجمنت اوف ديسرادمي. بعدها ان شاء الله راح نسولف، راح نبدي specifically نسولف عن البرادي ديسرادمية، ثم التاكي ديسرادمية. كل واحدة من عندهم راح ناخذها زين على نفس الكلينيكال ابروتش اللي حكينا، ونفس الاربع اسئلة نسألها، مرة بالبرادي ومرة بالتاكي، وراح يكون هو الابروتش مالتنا اللي نستخدمه بالامرجنسي. اعتقد اليوم شوي نكون خفيفين، جست مقدمه، ان شاء الله باكر او عقب باكر نحدد الموعد لاحقا راح نبلش بالبرادي ديسرادمي. اوكي، انا هسه اشكركم شكرا جزيلا، راح انتظر ان شاء الله تعليقاتكم، وراح حتى اذا اكو سؤال او شيء احاول اضمنه للبث القادم، وتصبحون على ألف خير.